والله الإعلام، أنت تعرف الإعلام الآن حاليا في العالم حاكمين الصهاينة، هذا الإعلام معروف، وكل الصحفيين أنت على الأجانب يعني يشيلهم بأي ثمن، يخدموا لصالح صهاينة. ولكن الحمد لله هنا الجزائر عندنا الصحفيين أحرار وخدموا في القمة العربية هذه باش تنجح القمة العربية. وكل يعني لما نشوف أنا المسؤولين تاع الجزائريين اجتهدوا ليلا ونهار باش يعني بشعبها باش تنجح القمة العربية. جزائر تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.